دشن الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء سد روسيروس الكهرمائي الذي تمت تعليته على النيل الأزرق، وأعرب عن الأمل في أن يسهم ذلك في تنمية المنطقة التي تشهد معارك عنيفة. وتشهد المنطقة منذ أيلول سبتمبر عام 2011 معارك بين الجيش السوداني ومتمردي الفرع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان التمرد الجنوبي سابقا، الذين تتهمهم الخرطوم بتلقي الدعم من جنوب السودان. وبني السد قبل 66 عاما قرب الحدود الإثيوبية، وهو مصدر طاقة مهم في البلاد الغارقة في الأزمة منذ انفصال جنوب السودان، ما حرم البلاد من جزء كبير من إنتاجها النفطي. ويسعى السودان الذي يعتبر الزراعة وسيلة تحسين اقتصاده بعد الانفصال إلى الاستفادة من مياه النيل الغزيرة على أراضيه، ودشن لذلك عام 2009 سدا بلغت كلفته ملياري دولار في مروي شمال الخرطوم.